لما المدرس يسأل على فلوس الشهر. انتوا يا اولاد مين جاب فلوس الشهر؟ معلش يا مستر نسيت. ما عنديش معلش، روح هاتها وتعال. طب انا نسيتها، اروح معاه اجيبها؟ ايوه روح معاه. انا ما جبتهاش يا مستر معلش. ولا يهمك، خليك قاعد. ايه ده؟ اشمعنى هي؟ مالكش دعوه، خد صاحبك وهات الفلوس. يلا يا عم نلف ونبقى نجيب في اخر الحصه. ما قلتليش يا هبه انت برج ايه؟ برج الجد. اموت في برج الجد. حي انت ايه اللي جابك؟ ايه؟ جبت الفلوس؟ ايوه جبت الفلوس. كام؟ 100 جنيه. انا هجيب كام يعني؟ لا يا حبيبي الدرس غلا، روح هات كمان 50 جنيه على المال اللي معاك على محكمه وهبه شويه. تصدق انت مدرس اريال وربنا لا سيح لك من كل العالم انك بتكرش على البنات اللي عندك في الدرس؟ ها؟ خلاص يلا خد، طب هات حتى ال 100 جنيه. طب مش كرشيت على هبه؟ ليلتك مهببه، البس يا معلم.